الجميلة بالأصفر، احكي لنا أكتر عنها وورينا كده، قول لنا إيه الأخبار. فستان من مايكل سينكو ودبي طبعا، وشعر وميك اب من محمد الصغير سبونسر المهرجان الغالي والعزيز، وبس والستايل سعيد رمزي. النهارده الدورة الخامسة مهرجان الجونة، احساسك ايه وشايفة ايه بعد 5 سنين من الجونة؟ سعيدة وفخورة بنفسي وبالتيم كله، واهم من كده عمال الجونة وكل الناس اللي بتشتغل اللي ساعدت في اخماد الحلقة. انت بقى عمال الجونة عشان الحلقة بتاعت امبارح، احنا شايفين النهارده الدنيا زي الفل، يعني حصل ازاي وامتى كده بسرعة؟ الحريقة كانت هنا، انت حاسة بأي حاجة؟ ايوه، لا مفيش أي حاجة باينة صح؟ الحمد لله مفيش أي حاجة باينة. احنا آخر حاجة الكلمة الليالينا تقول لنا ايه؟ بقول لكم انا بحبكم جدا، وليالينا من طبعا المواقع والمجلات اصلا المحترمه جدا. شكرا ماسيمو، ممكن نلف كده نشوف الاطلاله.